الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الصادق الأمين. ثم أما بعد، أحبائي، نحن اليوم على موعد مع درس جديد من دروس القراءة في منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا اليوم: الحياة دائما اثنان. أحبائي، هل يمكن لإنسان أن يعيش في هذه الحياة أو في هذه الحياة بمفرده؟ الإجابة قطعا لا. لولا التعاون ولولا أن الناس يشتركون فيما بينهم في كثير من أمور الحياة لما استمرت الحياة على وجه الأرض. لذلك نقول إن درسنا اليوم فيه حديث عن قيمة هامة، وهي قيمة التعاون. ماذا يحدث إذا تعاون كل أفراد المجتمع معا فيما يفيدهم جميعا؟ أحبائي، إن حدث ذلك فسيكون مجتمعنا مجتمعا سعيدا، مجتمعا يسوده الحب والإخاء والمودة. اليوم نحكي قصة حدثت بالفعل. تحلق الأبناء حول الجد، كل منا يستمع إلى جده أو إلى من هو أكبر منه سنا عندما يقص عليه حكاية ما أو تجربة ما ينقلها إليك لتتعلم منها. الأبناء والأحفاد تحلقوا، أي جلسوا في شكل دائرة، في شكل حلقة، حول الجد ليستمعوا إلى حكاياته الجميلة ويستفيدوا من خبرته الكبيرة في الحياة. نظر إليهم الجد مبتسما، ثم رفع يديه متشابكتين، شبك يديه الاثنين في بعضهما البعض، وقال لأبنائه: ماذا ترون يا أبنائي؟ شايفين ايه يا اولاد؟ فقال الابناء: نرى يدين متشابكتين. كلهم بلا استثناء كده، كان ردهم واحد: نرى يدين متشابكتين. الجد قال معقبا، وكلمة معقبا معناها مضيفا الى ما قال، كلمة معقبا معناها مضيفا الى ما قال. قال الجد: هكذا الحياة يا احفادي دائما. سأل نفسك قبل أن أسألك: ما معنى كلمة الجد أن الحياة دائما كاليدين المتشابكتين؟ ماذا يعني هذا السؤال؟ قال علي مندهشا: هل تقصد يا جدي أن الحياة ممتلئة بالأحداث المتشابكة والمرتبطة ببعضها البعض؟ أم ماذا تقصد؟ هل يا جدي معنى أن اليدين المتشابكتين كالحياة أن الحياة مليئة بالأحداث الكثيرة المتداخلة فيما بينها، وهذه الأحداث الكثيرة كلها تعتبر مثل اليدين المتشابكتين التي تتداخل تفاصيلها فيما بينها البعض؟ فقال الجد: سأحكي لكم قصة توضح لكم ما أقصد. بدأ الجد يحكي وقال: يقول صاحب القصة: لن أنسى ما حييت. كلمة حييت معناها عشت. لن أنسى ما حييت ذلك اليوم الذي تعلمت فيه أهم درس في حياتي. كل منا في حياته يمر بمواقف تكسبه خبرات وتجعله يستفيد وتزيده من العلم والمعرفة بأمور الحياة وبما يستطيع أن يفعله في حياته مع الناس. يقول صاحب القصة: لن أنسى ما حييت ذلك اليوم الذي تعلمت فيه أهم درس في حياتي. يقول الطالب، يقول صاحب القصة: كنت في الصف السادس الابتدائي، أي أنه كان في مثل عمركم الآن. يقول: وقد اشتركت مع بعض زملائي في مسابقة للرسم على مستوى المنطقة التعليمية. المنطقة التعليمية في وزارة التربية والتعليم قد أعدت مسابقة للرسم، فاشترك فيها هذا الطالب، وتقدم الكثير من الطلاب بالرسوم، ولكن كانت هناك لوحة هي الفائزة. وقف السيد مدير المنطقة التعليمية وقتها وقال: هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس الفنية. هل تعلمون يا أبنائي لماذا كانت اللوحة رائعة؟ إن هذه اللوحة كانت لوحة صاحب القصة، ولكنه لم يكن بمفرده، وإنما اشترك في رسمها هو وزميله ماجد. لذلك قال مدير المنطقة أن هذه اللوحة هي نموذج مثالي للتعاون بين تلميذين.
دي نموذج مثالي للتعاون، إذ أن هذين التلميذين قد اشتركا معا في رسم هذه اللوحة، قام أحدهم برسم الخطوط وتوضيحها وقام الآخر بالتلوين. لم تكن الألوان تقل روعة عن الرسم، ولكن كان كل منهما يكمل الآخر. كان كل منهما يكمل الآخر. يقول الجد، يقول السيد مدير المنطقة: هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس الفنية، كما أنها نموذج مثالي للتعاون بين تلميذين، إذ برعا، كلمة برعا تعني نبغا، نبغ أحدهم أو تفوق أحدهم في الرسم وتفوق الآخر في التلوين، وكانت الألوان لا تقل روعة، وكلمة روعة يعني جمال، كانت الألوان لا تقل روعة عن الرسم. هناك أعمال أخرى جيدة في المسابقة، ولكن هذه اللوحة كانت أجمل الأعمال. هل تعلمون لماذا؟ لأنها تعبر عن اليدين المتشابكتين. كيف؟ أن هذه اللوحة اشتركت فيها يدين وليست يد واحدة، اشترك فيها شخصين وليس شخص واحد. فتذكروا جميعا أن الحياة دائما اثنين، معناها أننا لن نعيش في هذه الحياة بمفردنا، ولكن نعيش فيها متعاونين مع غيرنا. هنا قال شهاب: هذا ما تقصده يا جدي، التعاون. التعاون هو أساس الحياة، فنحن لسنا وحدنا في هذه الحياة. هنا ابتسم الجد ابتسامة كبيرة وقال: بارك الله فيك يا ولدي، هذا ما قصدته تماما. الإنسان يا أبنائي بحكم طبيعته لا بد له من أن يعيش في مجتمع. وقد قال الكاتب الكبير العالم العلامة عبد الرحمن بن خلدون أن الإنسان مدني واجتماعي بطبعه. احفظ هذه المقولة، هذه مقولة ابن خلدون رحمه الله. الإنسان مدني واجتماعي بطبعه، أي أنه يميل دائما إلى العيش في مدينة أو في مجتمع مع الناس. وإن المجتمع الذي نعيش فيه يا أبنائي يفرض، أي يوجب ويلزم علينا أن نتعاون. فتخيل لو لم يكن هناك طبيب يساعدك في علاج مرضك، لم يكن هناك معلم يساعدك في فهم درسك، لم يكن هناك مهندس يساعدك في بناء بيتك، وأنت لم يكن هناك تلميذ يقوم بالمذاكرة ليكون في المستقبل هو الطبيب والمهندس والمعلم. كل منكم يا أبنائي له دور في المجتمع، فأنت دورك الآن أن تذاكر وأن تجتهد حتى تصل إلى ما تبتغي وتتمنى لتخدم مجتمعك. المهم يا أبنائي، ضحك الجد على كلام فرح ومنى اللتين قالتا: صدقنا يا جدي، نحن نتعاون مع أصدقائنا دوما في أداء واجباتنا المدرسية. وهنا نسأل: هل معنى التعاون أن أتعاون مع صديقي مثلا في امتحان فأعطيه الأسئلة؟ لا، هذا يسمى غش ولا يسمى تعاون. ولكن التعاون أن أساعده في فهم جزئية لا يستطيع فهمها، ولكن بعيدا عن الامتحان. خلال العام الدراسي صديق احتاج مني إلى شرح درس، أقوم بمساعدته في فهمه. هنا ضحك الجد على طريقة منى وفرح وقال: يا أبنائي ويا أحفادي، لا تنسوا أبدا أن الحياة دائما الاثنان. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.